مساء الخير عليكم زوار في الجول دوت كوم، اهلا بيكم في حلقه جديده من اخطر دوري في العالم مع امير عبد الحليم. النهارده هنختار الافضل في الجوله الثالثه من الدوري الممتاز. طبعا كلنا عارفين ان في اربع فرق ما لعبوش الجوله دي من الدوري الممتاز، الاهلي والزمالك علشان مشاركتهم في دوري ابطال افريقيا، والمقاولين وبيراميدز علشان مشاركتهم في الكونفدراليه. بنهني بيراميدز على الفوز النهارده، وبنتمنى ان المقاولين، طبعا الموضوع بقى اصعب عليه بعد التعادل النهارده مع النجم الساحلي في القاهره، لكن نتمنى ان المقاولين يقدر يخطف بطاقه التاهل من تونس. الموضوع هيبقى صعب شويه، لكن رجاله عماد النحاس ان شاء الله يكونوا قدها. فتعالوا نتكلم عن الماتشات اللي اتلعبت في الجوله الثالثه لحد دلوقتي، نحاول ان احنا نختار منهم تشكيل الاسبوع. طبعا زي ما انتم عارفين هيبقى الموضوع اسهل شويه علينا علشان في اربع ماتشات ما تلعبوش، اربع ماتشات يعني 8 فرق، يعني اعتقد ان التشكيل هيبقى سهل شويه، خصوصا ان يمكن الجوله دي سيطر عليها بشكل كبير المصري بالفوز الكبير 3-0 على اسوان، وبرده البنك الاهلي بفوزه الكبير على الانتاج الحربي 3-0. طيب انا لو هختار حارس مرمى في الجوله دي، الجوله طبعا اللي لسه خلصانه يمكن من شويه بماتش المقصه وطلاع الجيش، هختار منها محمود حمدي حارس المقصه. ماتش المقصه وطلاع الجيش كان ماتش مفتوح من الفريقين، كان اي فريق فيهم بيقدر ان هو يوصل لمرمى التاني بهجمه مباشره. فالحقيقه ان محمود حمدي كان مهم جدا ان هو يحافظ على ثباته، خصوصا بعد تقدم طلاع الجيش في اول تلت ساعه من الماتش. وقتها الجيش كان يقدر يسجل جول والتاني والتالت، لان هم بصراحه لعبوا اول تلت ساعه في الماتش من غير اي وجود لمصر المقصه. بعد كده مصر المقصه ابتدى ان هو يرجع تاني للماتش ويفوز بيه في النهايه 2-1. من اسباب فوز المقصه النهارده التالق الكبير لمحمود حمدي امام هجمات طلائع الجيش. خط الدفاع من اليمين للشمال هختار كريم العراقي من المصري. كريم العراقي عمل جيم هايل جدا ضد أسوان، قدر ان هو يصنع جول حلو جدا 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 لحمه الجمعه، وقبلها كان مساهم في الجول الاول اللي سجله محمد عنتر مع زميله في الفريق عمرو موسى. عمرو موسى علي ماهر المدير الفني للمصري بيعتمد عليه كقلب دفاع، والحقيقه ان من وقت اعتماده عليه كقلب دفاع وهو بيعمل ماتشات كبيره جدا، ماتشات مميزه بتخلي صعب جدا ان علي ماهر يستغنى عنه ويرجعه تاني لنص الملعب، فبيعتمد على عمرو موسى في قلب الدفاع وبيعتمد على فريد شوقي في الارتكاز. فعمرو موسى عمل ماتش كويس جدا ضد أسوان وكان من أسباب الفوز الكبير. أنا شايف ناس كتيرة بتسأل عن محمد صلاح، هنتكلم عن محمد صلاح في نهاية اللايف إن شاء الله. جنب عمرو موسى اختار محمد مجدي اللي سجل جول مهم جدا للبنك الأهلي علشان يمهد الفوز على الإنتاج الحربي. وقتها كانت البنك الأهلي والإنتاج الحربي الفريقين يعني 50-50 الماتش ما بينهم هما الاثنين. محمد مجدي من رأسية حلوة قوي قابل بيها ركنية، قدر ان هو يتقدم للبنك الأهلي. محمد مجدي الحقيقة يعتبر من نجوم الجولة. وكباك شمال هختار احمد شديد قناوي المتألق والمخضرم اللي بيلعب اول ماتش ليه كاساسي في الدوري الممتاز مع المصري، كان لعب في اخر 10 دقائق ضد الجونه في الجوله اللي فاتت. الجوله دي بيلعب مع المصري، بيعمل جبهه قويه جدا وبيقدر ان هو كالعاده يرسل عرضيات بتكون خطيره جدا على دفاع اسوان، وبالتالي بيمهد لفوز المصري الكبير جدا على اسوان 3-0 عشان المصري يحقق اول فوز ليه في الدوري. في خط الوسط هختار محمود الشبراوي من الجونة. الشبراوي نزل ربع ساعة بس ضد الإسماعيلي، قدر ان هو يسجل جول التعادل ويصنع الجول التاني الجميل جدا، جول الفوز لكريم الطيب، وبعد كده خرج مصاب. الشبراوي من اهم لاعبي الجونة ومن اهم لاعبي الجولة، ومعه اتنين من فرقة المصري. المصري الحقيقة كان عامل جولة جميلة جدا وفوز كبير جدا على أسوان. الاتنين دول هيبقوا عمر كمال عمل كالعادة مع علي ماهر ماتش تقيل. ليه بقول كالعادة مع علي ماهر؟ لأن عمر كمال قبل علي ماهر كان بيلعب كباك، لكن بتولي علي ماهر المسؤولية، وعلي ماهر كان مدربه في الأسيوطي لو تفتكروا، رجع عمر كمال لنص الملعب. ومع عودة عمر كمال لنص الملعب تحس ان المصري كأنه عمل صفقة جديدة، لان عمر كمال حقيقة انا بشوفه من اهم لاعبي الدوري المصري، لاعب عنده لمسة وعنده قدرة ان هو ينقل اللعب بشكل كويس جدا، وده اللي شفناه
بتمريراته لكريم العراقي اللي سجل منها المصري الجول الثاني، وبعد كده بتحركه الذكي جوه منطقه الجزاء علشان يسجل الجول الثالث والمصري يفوز 3-0. معاه طبعا محمد عنتر، محمد عنتر للماتش الثاني على التوالي بيقدم مباراه كبيره مع المصري، افضل حتى كمان من مباراه الجونه اللي كان متالق فيها، لان محمد عنتر ترك بصمته تقريبا على كل اهداف المصري. برافو محمد عنتر، وبيثبت ان هو صفقه مهمه جدا للمصري والعلي ماهر. محمد بيكاسو بيقول ما فيش ولا واحد من الاهلي، طبيعي لان الاهلي ما لعبش في الجوله الثالثه، الاهلي ماتشه مؤجل بسبب ان هو عنده ماتش بكره في دوري ابطال افريقيا، بنتمنى له بكره التوفيق ان شاء الله. خط الهجوم برضو من المصري احمد رفعت، احمد رفعت عمل ماتش كويس جدا، سجل وصنع، والحقيقه ان اسف ما سجلش، هو صنع الجول الثالث لكن ترك بصمته تقريبا على كل اهداف المصري، عمل ماتش كويس جدا. الجول الثالث الحقيقه صنعه بحرفنه جميله جدا لعمر كمال. وفي خط الهجوم معاه احمد علي من البنك الاهلي، اللي اتفرج على ماتش الانتاج الحربي هيلاقي ان احمد علي كان هو دايما اللي بيضغط على دفاع الانتاج الحربي وبيغلطهم غلطهم في كرة الجول التاني اللي سجله محمد بسيوني، وبعد كده احمد علي بنفسه سجل الجول التالت. انا بشوف ان احمد علي لما هنيجي نبص على مسيرته هنلاقيه من اهم المهاجمين في تاريخ الدوري المصري، لعيب كويس جدا. وبعد الموسم اللي فات الحقيقه انا كنت متوقع ان هو ممكن يبقى باكب في الفرق الكبيره، الفرق الكبيره اللي عايزه مهاجم يكون موجود على الدكه وينزل يغير نتائج ماتشات. اعتقد ان احمد علي اول اسم بيتبص له، فاحمد علي الحقيقه مكسب كبير للبنك الاهلي، والبنك الاهلي بيحقق اول فوز ليه في تاريخه في الدوري المصري. والاسم الثالث في خط الهجوم شملس بيكلي من المقصه. ليه بيكلي؟ لان بيكلي الحقيقه كان ابرز لاعبي المقصه النهارده. صحيح ان هو كان في كوره كده هو قطعها بنفسه ولعبها 1 2 حلو جدا مع زميله في المقصه، لكن جابها في العارضه بشكل غريب رغم ان المرمى كان فاضي، لكن في النهايه بيكلي هو اللي مهد الفوز للمقصه وهو اللي سجل الجول الثاني، وكان اهم لاعبي المقصه لان كل فرص المقصه كانت في النهايه لازم بيكلي يحط بصمته عليها. طيب ده بالنسبة للتشكيل، تعالوا بقى نختار مع بعض مين مدرب الجولة. أنا في رأيي مدرب الجولة رضا شحاتة مدرب الجونة. الحقيقة إن رضا شحاتة الماتش اللي فات ضد المصري عمل ماتش كويس جدا وسيطر على اللعب، وحتى كمان المصري لما تقدم كان عكس سير المباراة، لكن في النهاية بعد كده قدر إن هو يتعادل عن طريق وولتر بواليا، وتحس ان الجونة اتظلم شوية ان الماتش ده كان ممكن يخرج منه كسبان. في ماتش الاسماعيلي كان مسيطر على الماتش وضيع ضرب الجزاء بتألق كبير من محمد صبحي قدام عموري، فالناس كلها افتكرت ان بعد تقدم الاسماعيلي بجول فخر الدين بن يوسف الماتش برضو بيضيع من الجونة زي اللي حصل ضد المصري، لكن تغييرات رضا شحاتة في الشوط الثاني قلبت الماتش تماما. محمود الشبراوي نزل عمل جول وسجل جول، وكريم الطيب نزل خد اسيست حلو جدا من الشبراوي وسجل جول الفوز. فانا بعتبر ان رضا شحاته هو مدرب الجوله، واتمنى ان الجونه يتمسك بيه، لان انا كنت شايف ان السنه اللي فاتت الجونه لما كان بيلعب ماتشات حلوه كان بيبقى مع رضا شحاته، وبعد كده يروحوا مشايلين رضا شحاته ويجيبوا بيدرو بارني، فالفريق يدخل دوامه الهبوط فيمشوا بيدرو بارني ويجيبوا رضا شحاته، ورضا شحاته هو اللي قعد الجونه. فاتمنى ان رضا شحاته بقى الموسم ده ياخد فرصته كامله مع الجونه لحد نهايه الموسم. اجمل جول في الجوله انا بعتبر ان جول عمرو جمال النهارده لطلاع الجيش في المقصه هو اجمل جول، جول فيه مهاره فرديه كبيره جدا وقرار التسديد في وقت مناسب، و ار2 حلو ما بيجيش غير بلاي ستيشن، فجول حلو قوي من عمرو جمال، اللي ما شافوش اتمنى ان هو يتفرج عليه. ومفاجأة الجولة أنا بعتبر أن مفاجأة الجولة هي إقالة ريكاردو من تدريب الإسماعيلي. وليه هي مفاجأة الجولة؟ مش لأن ريكاردو مدرب كويس أو مدرب وحش، لا، يعني في النهاية لما تيجي أنت تبص هتلاقي أن الإسماعيلي عمل موسم انتقالات كبير جدا وضم عدد كبير من الصفقات، ابتدى الموسم بتعادل 0-0 مع المصري في ماتش أنا كنت شايف أن المصري أقرب ليه للفوز، المصري كان مسيطر على المباراة بشكل كبير، والماتش الثاني كان ضد الإنتاج الحربي وتعادل 3-3 وكان سيء الحظ شوية لأن عبد الرحمن مجدي في الثانية الأخيرة من الماتش بيضيع كورة كان يعني كانت هتكتب الفوز الأول للإسماعيلي في الدوري، وزي ما شفنا ماتش ضد الجونة خسر 2-1. فبعيدا عن أن ريكاردو حلو أو ريكاردو وحش، أنا مستغرب النهاردة أنت بتقرر إقالة مدرب بعد أول 3 جولات من الدوري، تعادلت ماتشين وخسرت ماتش. بعيدا عن النتائج، أنت لو ما عندكش اقتناع بريكاردو
انت ليه اصلا ابتديت مع الموسم. ما هي دي برضو حاجة لازم نفهمها في إدارة الإسماعيلي، لأن إدارة الإسماعيلي الحقيقة بتاخد قرارات غريبة جدا على مدار الموسمين ثلاثة اللي فاتوا، إقالة مدربين كتير، صفقات ما بتبقاش بالشكل الجماهير متوقعاه، نتائج كارثية كانت الموسم اللي فات. فأنت النهارده أنت قررت في نهاية الموسم إن أنت تحافظ على ريكاردو ويبتدي معاك الموسم الجديد، وبالتالي ريكاردو كان حاطط بصمته في اختيار الصفقات اللي انضمت للاسماعيلي، لان الاسماعيلي ضم صفقات كتير في الصيف. ابتدى معاك الموسم بتعادلين، نتائج مش كارثيه قوي، يعني مش كارثيه خالص، يعني ما مش خسارتين مثلا، يعني في النهايه هو تعادلين، وفي ماتش منهم كنت انت اقرب للفوز لولا بس ان العارضه وقفت قدام عبد الرحمن مجدي، وبعد كده الماتش الثالث خسرت من الجونه 2-1. فتقييمك لريكاردو، هل هو بناء على النتائج ولا بناء على الاداء؟ لو هو بناء على الاداء فالحقيقه يعني اسمح لي، اكيد الاداء ده ما ظهرش في اول 3 جولات في الدوري، ده ظهر من الاداء السيء للاسماعيلي في نهايه الدوري الموسم اللي فات. طيب انت ليه بقى كملت مع ريكاردو؟ ليه بدات الموسم مع ريكاردو؟ النهارده انت تعاقدت مع طلعت يوسف، هل من الماتش الجاي هتبتدي تحاسب طلعت يوسف؟ طب ما هو ده هيبقى ظلم، طلعت يوسف ولا هو اختار الصفقات ولا هو لسه تاقلم على اللاعبين، وطبعا اللاعبين هتاخد وقت لحد ما يتأقلموا على طريقه لعبه، وانت عندك زنقه في الماتشات لان وقت صعب دلوقتي، الفرق في العالم كله بتلعب كل 3 ايام زي ما انتم عارفين. فانت هتبتدي بقى تقيم طلعت يوسف بعد انهي جوله؟ طب لو طلعت يوسف اتعادل ماتشين وخسر ماتش هتمشيه في الجوله السادسه؟ قرار غريب، يعني بناء على المعطيات الموجودة في الإسماعيلي فهو قرار غريب. أنا مش بقول إن ريكاردو مدرب كويس أو بقول إن هو مدرب وحش، أنا بقول إن في النهاية لازم يبقى فيه حيثيات لأي قرار بيطلع من إدارة أي نادي. طيب إحنا كده خلصنا خلاص كلام على الدوري المصري، بس خلوني أجاوب على الكلام اللي بخصوص محمد صلاح، بما إن في ناس كتيرة سألت عليه. ناس كتيرة استغربت كلام الكابتن محمد أبو تريكة في استوديو بي إن عن محمد صلاح، وإن هو اتكلم بالوضوح ده وقال إن هو اتكلم مع محمد صلاح وحس إن محمد صلاح زعلان أو إن محمد صلاح مش عايز ممكن يكمل في ليفربول، وإن هو بيضرب جوه وبره بعد حواره في أسبانيا وكلامه إن هو ممكن يروح لريال مدريد أو برشلونة في المستقبل. يعني كلنا أكيد تابعنا الكلام اللي قاله كابتن محمد أبو تريكة فمش هنعيده، بس في النهاية انت لما بتيجي تبص من زاوية المشجع العادي ممكن تتخيل ان كلام محمد ابو تريكة ده هيلبس محمد صلاح، ان دلوقتي طبعا اكيد انت بتتكلم ان تصريحاتي اتقالت في استوديو بي ان مش في قناة محلية، فاكيد طبعا تاني يوم الكلام ده كله هيترجم في الصحف الانجليزية، وده اللي حصل فعلا، هيبتدي نجوم الدوري الانجليزي ومحللين الدوري الانجليزي يعلقوا عليه زي ما شفنا النهارده جيمي كاريجر وجاري نيفل بيتكلموا عليه، وبكره او بعده في المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب اكيد في صحفي هيسال يورجن كلوب السؤال دايركت ليه محمد صلاح متضايق. طيب هل انت تفتكر ان ممكن يكون محمد ابو تريكا طلع يتكلم بالشكل ده من غير موافقه محمد صلاح؟ انا ما اعتقدش، انا ما اظنش تماما. الكلام ده بشكل كبير خرج بموافقه محمد صلاح او باقتناع من محمد صلاح ان محمد ابو تريكا يطلع يتكلم بالشكل ده في استوديو بي ان، ومحمد صلاح ورامي عباس المحامي بتاعه اللي محمد صلاح بياخد رايه في كل خطواته، الاثنين مقتنعين ان دي هتبقى خطوه ايجابيه لمحمد صلاح. ابو تريكا مش هيعمل كده من نفسه، لان ابو تريكا علاقته بمحمد صلاح ما بداتش امبارح ولا بدات اول امبارح، اشمعنى اختار يتكلم المرة دي؟ اكيد اختار يتكلم المرة دي بناء على موقف من محمد صلاح. طيب ايه اللي ممكن يكون محمد صلاح بيكسبه بالموقف دي كلها؟ اولا محمد صلاح ما كانش راضي طبعا لما ملبس شارة الكابتن ضد ميتلاند في دوري ابطال اوروبا، الناس كلها اتكلمت عن الموضوع ده، وكان واضح حتى كمان في الماتش اللي بعده ان محمد صلاح مزمزق شوية، واحنا عارفين شكل محمد صلاح لما بيبقى مزمزق شوية لان خلاص شفناها قبل كده، وعارفين امتى محمد صلاح بيبقى مبسوط ولا مش مبسوط، الناس كلها بتتفرج على ماتشات ليفربول وعارفين محمد صلاح يعني لما بيسجل جول وما بيبقاش مبسوط وعايز يوصل رسالة بيبقى رياكشنه عامل ازاي واحتفاله عامل ازاي، ومحمد صلاح لما بيبقى مبسوط ومزاجه حلو احتفاله بيبقى عامل ازاي. محمد صلاح قاعد على الدكة ضد كريستال بالاس ونزل، طبعا وقتها يمكن تكون الاجواء ما كانتش احسن حاجة لان حتى ساديو ماني خرج وهو متضايق، محمد صلاح نزل وسجل جولين، وفي احتفالاته الناس كلها حست ان هو مش مبسوط.
فمحمد صلاح فعلا زي ما قال ابو تريكه بيوجه رسائل، بيوجه رسائل بقى باحتفاله، بيوجه رسائل بحواره مع اس الاسبانيه. ومحمد صلاح مش من النوع اللي بيتكلم كتير في وسائل الاعلام، يعني حتى كمان ما بيتكلمش كتير في صحف انجلترا علشان يروح يعمل حوار مع وسيله اعلام اسبانيه. فانجازا للموضوع، لا مش شرط محمد صلاح يمشي من ليفربول الصيف ده، لان اولا احنا كلنا متابعين وعارفين ان ظروف كورونا بتخلي الانديه كلها دلوقتي مش قادره ان هي تعمل صفقات كبيره. ولما نيجي نتكلم عن لعيب بقيمه محمد صلاح وعقده لسه ممتد مع ليفربول، فليفربول اكيد مش هيسيبه باقل من 100-150 مليون. فطبعا ريال مدريد او برشلونه مش هيدفعوا المبلغ ده دلوقتي. النهارده بنتكلم ان ريال مدريد عايز يروح يجيب ديفيد الابا من بايرن ميونخ علشان ديفيد الابا ببلاش، وان ريال مدريد مأجل صفقه هالاند ومبابي اللي عايزهم من فتره طويله علشان طبعا اكيد مطلوب فيهم ارقام كبيره. ففكره انتقاله لريال مدريد وبرشلونه دلوقتي معناها ان الفريق اللي هيضم محمد صلاح غالبا هيعمل صفقه واحده بس في الصيف، وهتبقى هي متركزه على محمد صلاح علشان يقدر تبقى ميزانيته في ازمه كورونا الصعبه متوافقه مع احتياجات الفريق. ده بالنسبة لفكرة انتقاله برا. طيب لو قعد في ليفربول، فاحنا بنتكلم ان محمد صلاح برضو حقق مكاسب من الرسالة اللي وجهها عن طريق حواره مع آس، او مع الرسالة اللي وجهها محمد ابو تريكة، وان هو عقده يعلى، وده منطقي. بنتكلم ان محمد صلاح للموسم الرابع على التوالي مع ليفربول هو دلوقتي متصدر هداف الدوري الانجليزي، بنتكلم ان هو بيعمل موسم كويس جدا بعد في اول 14 جولة، وتحس ان محمد صلاح السنة دي ممكن ينافس على البالون دور لما تيجي تشوف مستويات اللاعبين اللي دايما مرشحين على الجائزه، سواء ليونيل ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي والبنزيما. الاسماء دي لما بتيجي تتفرج على ادائها مع فرقها، فما بتشوفش ان محمد صلاح بعيد عنهم، بالعكس يمكن محمد صلاح بيتفوق عليهم في بعض النقاط كمان. وطبعا سجله التهديفي الكويس جدا وتصدره لقائمه هداف الدوري الانجليزي، فلو ليفربول قدر ان هو يحافظ على الدوري الانجليزي ويعمل مشوار كويس في دوري ابطال اوروبا، ما تستبعدش ان محمد صلاح السنه دي يبقى ذا بيست وياخد البالون دور. فبنتكلم ان الفلوس اللي بياخدها او الراتب اللي بياخده محمد صلاح لازم يتوافق مع حجم انجازاته وحجم البطولات اللي بيحققها ليفربول. فدلوقتي الرقم اللي بياخده محمد صلاح بعيد تماما الحقيقة عن الكاتيجوري ده او عن الكلاس A ما بين لعيبة العالم. دي باختصار قصة محمد صلاح. ممكن بقى محمد صلاح يمشي في الصيف ولا لا، دي حاجه مش هتوضح دلوقتي، احنا لسه بنتكلم ان احنا في ديسمبر ولسه مش واضح ازمه كورونا دي هتخلص على ايه وامتى، وايه الموقف التسويقي والموقف المادي للفرق الكبيره، واحنا هتقدر تتحرك بشكل ضخم في موسم الانتقالات الجاي، ولا هيفضل لسه في اغلاق ونوع من انواع ان الفرق تدخر شويه في نفقاتها. شكرا جدا ليكم، شكرا على متابعتكم، ونتمنى ان شاء الله للاهلي التوفيق بكره في دوري ابطال افريقيا. طبعا خلاص الزمالك يعتبر تاهل لمرحله المجموعات، الف مبروك لنادي الزمالك ولجماهيره، وان شاء الله نقابلكم في لايف جديد بعد الجوله الرابعه من الدوري. سلام.